انا بعملها دي كده حلوين. بس بس حلوة انت حلوة تمام يا بس عطا حلو طيب. كده يا مس حلوة قوي يا شامو، برافو كده يا يا مس، مس وبرافو يا همس. تمام يا همس، شطورة كده يا يا مس مس. كده يا مس جودي برافو يا جودي. السلام عليكم وسلام كده يا مس، عليكم يا بس مس يا يا ريت مس تقفلوا المايكات عشان اقدر استني بس اسمعكم كويس استني واحدة تكلموا، بس مس شوفي من تحت كده عشان العدد كبير فانا مش قادره اسمعكم كلكم، فيا ريت تقفلوا المايكات. برافو يا شامو. هاي رسمة مس جنة عايزه استني واحدة حضرتك طيبة تسمعي مس عبد الله يا محمد شامو، مس عبد عايزه الله حضرتك تسمعي يا عبد بقول لك الله. شوفي لي لا معلش سلام. يا مس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مس مش عارفة يا مس اعمل ايه طيبة احنا عملنا دائرة وبعد كده مس عملنا خط من هنا، اوكي؟ مس مش عارفة مس اعمله حلو يا محمد، ليه مش عارف تعمل؟ احنا عملنا دائرة وخط بس، لسه بصي ما عملناش كويسة حاجة. ثانية واحدة مس هجاوب كده مس في حاجة طيب حد تمام، كده يلا انا مس ماشية معاكم خطوة بخطوة اهو. دي كويسة يلا مس طب ثانية واحدة ثانية ماشي، يلا يا آدم. هو في حد عامل 009 كده؟ ده الاسم ايه؟ اعمله رينيم، ده ابي يا حلو بنت جدا. كويسة طيب كده هاجي من هنا كده هعمل خط يا بنت مستقيم. كويسة اه كويسة جدا، برافو. في حد حلو قوي يا عمر، حلو قوي يا إيثار، برافو يا إيثار. ولا لا برضو اه كويسة جدا، برافو. دول يا بقى مس حلوين، مس يا مس برافو يا إيثار. ايوه فين مس المايكات ممكن كده تعيدي يا مس خدي ده تاني طيب تمام، برافو انا يا عملت عمر دائرة بس. يا مس حلو يا شام، يا مس خدي طيب المايكات الرواية حلوين دي عشان نقدر نكمل الحصة. انا عملت دائرة وبعد كده عملت خط ايوه يا من مس هنا. عملتها عملت يا مس كمان الخط اللي انت عاملاه يا تمام، مس اعملي تاني بس وبعد كده عملنا خط ماشي ماشي مستقيم. ماشي انا جبت الالوان الاويل بس طيب تمام، هنلون بيها ان شاء الله، هنلون بيها المرة الجاية. بص انا عملت هنا اول حاجة للي لسه داخل اللي اتأخر، عملت دائرة يا حلوين، وبعد كده من ربع الدائرة عملت خط مش مس مستقيم، مس وبعد كده هو عملت انا اللي انت خطين. ماسحه الدايره يا مس من فوق أه لا مش مسحاها، هي موجودة اهي مش مس مسحاها. بتحت شويه مس وبعد كده ايوه برافو يا شامو، بس طولي الخطوط شوية. مس طب مس برافو كده يا مس حلو مس كده مس حلو 0099 ده اسمه ايه؟ حلو كده يا مس بص كده يا مس همس، شكله يا برافو مس يا كده همس، حلو يا مس شطورة يا همس، حلو قوي. انا بشوفكم كلكم اهو، ثواني. ماشي طب شايف كده يا مس شكله حلو ادم شاطر يا قدومي، برافو يا ادم. انا عملت زي وبعد ما انت ما كده عملت هاجي ماشي من بس هنا هعمل زي مثلث كده بس مش مقفول من تحت، عارفين شكل البيت من فوق بيكون عامل كده زي مثلث كده. ماشي كده يامن برافو يا يامن، حلو جدا يا يامن. ماشي يا إيثار تمام برافو انا يا إيثار، كمان بس البيت ده كبير قوي يا إيثار، لسه عايزين نرسم جنبه حاجات كده مش هيكفي، صغريه شوية يا إيثار. ماشي، ايوه يا مس واعمل خطين كده ماشي اه بعد نص كده يا ربع قدومي نعمل خطين. برافو يا سامو ومريم، يا مس مش وهشام، لازم تعال شطورة يا مريم. مس دي حلوه مس يا عمر دي حلوه جودي برافو يا جودي، انا بشوف كلكم بالدور، كده يا مس يا مس وريني كده، حلوة قوي يا إيثار، برافو. ايوه بس كده، حلوة ثواني. حلوة اه كده يا حلوة مس جدا، طيب زيرو ورا زيرو المشكلة يا مس شوفي تسعة بتاعته يا مس دي حلوة يا مس حلوة قوي يا عمر، برافو يا عموري. ولا يا مس انا ادهب آدم وريني يا آدم، إيثار حلوة قوي يا إيثار، وآدم حلوة قوي، مس حلوة قوي ابهم يا مس شامو انا كده. ادهم تعالوا نكمل وبعد كده شوف جزء جزء. بعد كده اختار صور محمد، حلو قوي يا محمد مين مين الدايرة كلها مش شايفاها اهي كده كده، واضحة.
كان في حد بيعيط في الحصة؟ لعبت أمنية كمان، أمنية كمان برافو يا بيسان مش ويان، شايفاها يا برافو بيه، يا يان. ماشي هو في حد كمان مستحيل. انا مش شايفاها. ماشي هو كده افرض بقى المايكات، انا نرسم شوية ونشوف شوية. اوكي إيثار، اوكي برافو يا يلا إيثار. يلا تعالوا نكمل بقى عشان نلحق نرسم الرسمة ونلونها. تعالوا بقى نكمل، ومن هنا هنعمل خط مستقيم كده بس. طب ثانية واحدة، هنا، ثانية بس واحدة، خط ثانية واحدة. موازي. ماشي انا معاكم اهو خطوة بخطوة. بصوا ثانية عملت مس، هنا خط مستقيم وهنا هعرف خط ارسم موازي 3 ليه. دي يا مس، ايه هعرف ارسم 3 دي. هو ده مجسم شوية فعلا. بيسان حلوة قوي يا بيسان، برافو عليكي، ممتازة. وانا يا مس انا ابهم. ايوه اللي يوريني قولي انا كذا. مريوم حلوة قوي، انا وريني يا انا ادهم. يا مس انا حلوة عامل، قوي يا ادهم، مس حلوة قوي انا يا عامل، ادهم. انا هدى بس ممكن بس بس ثانية واحدة. أنا همشي يا مس، حلوة كده مس. حلوة أنا قوي يا عم عمر، حلوة جدا، ممتازة. مس، أنا عمر عم حلوة قوي يا عمر، وهدى جميل، وزيرو وزيرو تسعات كتير ده مش عارفة اسمه ايه، أنت حلوة عدد قوي. اسمه أدهم. مس دي حلوة، ادهم حلوة قوي يا ادهم، حلوة قوي مس يا أنا سامي. عم مس بس حلوة سامي يا مس، أنا بتهيألي عطل معوج شوية، مس، أنا عندك عمار دي الخط ده حلوة معوج شوية، نعم دي حلوة الخط ده عندك يا معوج الله عطل يا مس، أنا يعني عطل أنا الخط. يا مس، أنا عبد الله اختار حلوة قوي يا مس، وعمر حلوة قوي وعبد الله، انت مش مفيش حاجة باينة قدامي. مس افتح بس الكاميرا. ينفع اعمل بس دقيقة عبد الله دقيقة يا الرسم مس، عد يا بس مس، انا عبد الله حلوة قوي يا دقيقة جوزي. واحدة، عبد الله دقيقة حلوة واحدة بس جدا، يا برافو مس، عليك. دقيقة تعالوا ايش بقى، يا مس واحدة محمد حلوة قوي يا محمد، تعالوا بقى نعمل شوية تفاصيل في البيت. مس، بصوا من دقيقة هنا بس واحدة مس، ينفع بس يا مس دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس. عشان الوقت يا آدم. بصوا من هنا هنعمل كده. والله يا مس هي بس دقيقة واحدة. طب ماشي يلا يا قدوم، مستنياكم. بص انا هنا عملت بس خط كده، نقسم البيت مس شوية. مس ايوه هي دي هو الست، وريني كده، حلوة قوي يا سامو، حلوة قوي يا إطار. تمام، وبعد كده هنعمل باب كده للبيت. هنا هنعمل مستطيل وجواه مستطيل تاني صغير شوية، وهنعمل كمان شباك مربع كده هنا، وجواه مربع تاني صغير شوية. هنعمل بقى هنا شكل الروف ده، هنقسمه كده خطوط مستقيمة بالطول، كل واحد حسب المساحة اللي عنده. يعني أنا مثلا كف عندي 4 خطوط بس. تمام، شايفيني حلوين؟ وبعد كده مس طب ثانية واحدة، ثانية واحدة مس ماشي، يا مس، طب ما حدش بس يمسك يتكلم عشان اعرف اشوف. وبعد مس كده بنعمل مش اللي أقواس كده. بيتكلم يتكلم في بتوه حلوة عليها أوي يا عمر، برافو برافو يا عموري. البيت عايز يطبق. وبعد كده بعمل أقواس كده، الخطوط اللي أنا عملتها دي بعمل كده. بصوا يلا يا أدم ارسم، يلا يا أدم برافو عليك، مس شاطرة يا حلوة سام. بصوا بعمل أقواس ازاي فين كده، كده يا مس؟ حلوة قوي يا إيثار، برافو يا إيثار. هي الرسمة دي أصلا معتمدة على التدريج اللوني، حلوة قوي يا إيثار. احنا دلوقتي لما نلونها هتكون جميلة جدا لما ندرجها الألوان، برافو يا إيثار، حلوة قوي. طيب تعالوا بقى نعمل، مس انا هقدر وريني يا هدى، حلوة قوي هدى، حلوة قوي. بس البيت من هنا انت عاملاه زي قوس كده، لا انا عايزة خط مستقيم. يعني بصي الخط ده امسحيه بالاستيكة واعمليه كده بالمسطرة او بايدك لو تعرفي تظبطيه. اوكي مريوم، وريني يا مريوم، برافو يا مريوم، حلوة قوي يا همس، حلوة قوي يا مريوم. يا مس، وانا عشان انا افتح يا مس لسه انا كتير ما عمر، عملتهاش. انا عمر وعمر وريني يا عمر، ابعد السكتش شوية من فضلك، برافو يا عموري. وبيسان حلوة قوي يا بيسو، برافو، ايه الشطارة دي، بعدين ما يا شاء مس الله عليك. هنعمل ايه؟ والرسمة بتاعت المرة اللي فاتت انتوا بعتوها لي كانت جميلة قوي. مس حلوة
وريني يا سامو الأول. مس انا اسف. يا آسيا وسام، حلوة قوي يا سام. تمام، تعالوا بقى نكمل. حلوة قوي يا سام، برافو يا حلوين. تعالوا بقى نكمل يا حلوين. من هنا كده مس شوفي بصوا ثلاثة هعمل في ايه. كام؟ حلوة قوي يا جنى، يا مس غير شطورة بتكسبي؟ قوي. محمد مس مجدي برافو يا محمد، ويامن برافو يا يامن. تعالوا بقى نكمل عشان كده مش نلحق نرسم، عشان نلحق نلون مع بعض. وإيثار ومحمد مس و... قولي شوفي مس الرسمة. ما لا شاء يا الله. مس بس مس على فكرة مس في حد بيعيط معانا في الحصة. مين اللي بيعيط؟ نادي ليه انتوا كلكم شطار ما شاء الله عليكم، مس احنا ماشيين بيعيط خطوة خطوة مع بعض. في الحصة يا مس 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 بس يا ايوه مس يا سيف، برافو يا سيف، بس يا ريت يا انت مس يا تجيب الشيتس مريم ابيض، مس يا ريت انا تجيب معايا الشيتس كده ابيض. مس محمد برافو يا حمودي. اللي بتعيط. مريم، مريم وريني كده عملتي ايه. مريم يا مس شاطرة، يا مريم ايوه ايوه يا ادم. مين بين ده؟ انا محمد. ايوه يا محمد، مس انا ما عرفتش غير الوان حلوة قوي يا محمد، برافو. انا قلت لك جميل جدا. تعالوا بقى نكمل يا حلوين بسرعة. بصوا بقى احنا هنيجي، هنيجي من الجزء ده كده. بصوا محدش يتكلم عشان الصورة تبقى واضحة، تمام؟ وانا هشوف مع بعض خطوة بخطوة. هنيجي من مسوى الجزء ده حطيت كده كتير نعمل كأني، بصوا نعمل هعمل كده خط كده وهعمل خط تاني زي كأني بعمل مستطيل كده، مستطيلين كده صغيرين. تمام يا مس. وبعد كده هسيب هنا مساحة فاضية، هدي خط كده شايفين. وانا برسم يا حلوين ما اضغطش على القلم عشان لما احب امسح الرسمة بتاعتي ما تتشوش. ده هيكون زي شلال كده. والناحية التانية هعمل برضو كأني بعمل مستطيل، بس بعديه مستطيل اكبر شوية، وبعديه مستطيل اكبر شوية، وبعديه مستطيل اكبر. شايفين؟ ومن هنا بقى بأي حاجة دائرية عندكم، ممكن غطاء زازة، مس انت عملة، عايز بس ثانية حاجة واحدة ثانية واحدة بص زي يا كده. مس ثانية واحدة ماشي أنا معاكم يا حبايبي. مس دي حلوة. مس انا عمر دي حلوة. وريني يا عموري، أنا مش شايفة يا عمر، السكتش عندك مش واضح ليه؟ اه البيت باين حلو جدا. مس انا مش مظبطها قوي بس حلوة ولا لأ؟ لا عمر حلوة، عمر عامر دي حلوة يا مس. جسم صوت عامر. إيثار برافو يا إيثار، اعملي بقى شمس. مس انا عملته يا مس مس حلوة مس مس جودي، حلوة يا جودي. مريم مش بترسمي ليه؟ حلو كده يا مس مس سام برافو يا سامو، حلوة قوي يا سامو. انا شمس همي حلوة حلو كده يا مس انا همي مين؟ مس مريم. اه حدا ما شاء الله. همس حلوة قوي يا همس، مس دي حلوة مس بجد حلوة. مس أنا حلوة مس قوي. مريم 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 سمرة جميلة يا قوي يا مس مريم، يا برافو. مس ثانية واحدة ثانية واحدة والله يا مس ايوه يا مس يامن أنا عبد حلوة الله قوي، يا مس أنا عبد تحفة الله يا مريم، رائعة جدا. يا مس وريني يا عبد حلوة الله، مس أنا يا عبد مس الله برافو يا عبد الله، ايه الجمال ده، حلوة قوي يا عبد الله. ارسم الشمس بقى. يا مس حاضر يا مس حلوة دي يا مس محمد، حلوة يا تمام يا محمد. مس مريم حلوة قوي يا مريم. مس سيبان انا تعالوا وانا تشوفي نكمل ايه بقى. مس ايوه هدى يا حلوة يا هدى، الله مس انا همس مس انا اسيا حلوة ايوه يا محمد. اسيا حلوة قوي يا اسيا، برافو عليكي، مس حلوة جدا. انا اسيا وهمسة يا مس ممتازة. مس انا عمال يلا حلوة يا مس حلوين، همس مس يلا عشان حلوة مس نلحق مس نلون يا حلوين. مس ها طب طب بصوا ثانية كويس واحدة يا قوي، مس ثانية في واحدة حلوة والله في التصوير قبل ما نبدأ نلون. بيسان حلو قوي يا بيسان، وعمر حلو قوي، يا مس ثانية واسيا على واحدة يلا قدومي، محمد مجدي مس ممتاز، احنا نلون بألوان وسام ايه؟ حلو قوي يا سام. تعالوا بقى مس نلون يلا. ألوان خشبية. طب ما ثانية واحدة يا مس عادي نقول ألوان السنة خشبية، مس حلوة ها ألوان خشبية مس هنلون بألوان خشبية.
ايوه نلون بالالوان الخشبيه. الوان اول خشبية. حاجه بقى هتبدا الجزء بتاع العشب، هنستخدم مس لونين، ممكن لو سم... مس لو الاخضر سمحت ممكن الفاتح حضرتك والاخضر تعملي ميوت؟ الغامق. انا اسف يا مس على المقطع، بس ممكن حضرتك تعملي ميوت، واللي عاوز يوري الرسم يفتح الكاميرا ويجيبها عليها وخلاص. تمام. اول حاجة هعملها يا مس هحدد. أول حاجة هنستخدم لونين، الأخضر الفاتح والأخضر الغامق، واللي ما فيش معاه غير درجة واحدة. إحنا متعلمين إزاي نقدر نتحكم في اللون بإن إحنا نضغط على القلم في الأماكن اللي فيها ضل والأماكن اللي فيها نور، بنخفف إيدينا. بصوا يا حلوين، هنبدأ انا تلوين من هحدد هنا. الاسود زي القلم. المساحة كبيرة عندي، أنا لازم إن أنا ألون باتجاه واحد انا وأمسك متاكد القلم ان انت بتاعي. اسود عادي يا مس. لا مش أسود، يا أنا مس ما انا هحدد دلوقتي مش بالاسود. بحدد. لا احنا دلوقتي مش بنحدد، احنا دلوقتي هنلون الاول. بصوا يا حلوين، انا لما يكون عندي مساحه كبيره هلونها، تمام. بمسك القلم بتاعي من فوق كاني يعني مش كاني بكتب، بمسك القلم من فوق كده وببدا ان انا اضغط في الاماكن اللي انا عايزاها تكون فيها ظل، وكل لما احب اخفف اللون اخفف ايدي شويه على القلم وباتجاه واحد. ما ينفعش الون شويه بالطول مس وشوية بالعرض، لازم ألون في اتجاه واحد كده. يا حلوين، أيوة يا حبايبي اتفضلوا. مين بين ده؟ انا مالي فاتح ولا إيه يا بالغامق؟ حبيبي؟ ده مس اللون الغامق ده، مش ده اللي هنلون باللون الغامق الاول؟ أيوة، الأول هنلون باللون الغامق وبعد كده هندمج فيه الفاتح شوية أهو، وهبدأ إن أنا أخفف إيدي. يعني أدمج إيه؟ يعني أسيح اللونين في بعض، أمشي بالفاتح على الغامق كده شوية، كل ما احب اخفف بقى الدرجة اخفف ايدي شوية على اللون. اوكي حلوين، انتوا المرة اللي فاتت لونتوا التلوين بتاعكم وبعتولي كان رائع ما شاء الله عليكم. انا المرة مش دي برضو بعتلي. اللي بعت انا عارفة مين بعت، اللي بعت رسوماته كانت جميلة قوي. المرة دي برضو خلصوا وبعتوا الرسومات بتاعتكم انا بعت على الجروب. زي في هنا غامق على الجروب، بعتوها لتيتشر سعاد وهي بتبعت. بصوا شايفين هنا اللون هنا اغمق ازاي من هنا، لما احب لو بدرجة واحدة اضغط على الاماكن اللي انا عايزة اغمقها اكتر كده حلوة؟ في مش ايدي. كده حلوة؟ وريني ليه ترى عمرك حلوة؟ ليه يا مس؟ ثواني. حلوة قوي يا مريوم، برافو. لميس دي حلوة؟ حلوة قوي يا عمر، ايوه كده التدريج اللوني لميس بتاعكوا يعني رائع. حلوة كده؟ برافو يا هم، برافو يا هموسة، شطورة يا همس، شطورة يا همس، برافو. طيب تعالوا نكمل يا حلوين، تعالوا نعمل المفروض ده شلال، هنعمله ازاي؟ أزرق، المفروض نستخدم الأزرق الفاتح. أزرق فاتح عندي. ايوه الأزرق الفاتح. انا معاكم هو خطوه بخطوه علشان نمشي مع بعض في التلوين. ماشي مش حلو قوي، بس ماشي انا ما مش هقول والله ماشي مش لندا، انا زي همس. مس ماشي اما يا تقولي روما، ثانية واحدة يا حلوه مس حلوه مس قوي، انا مس شايفه، لا يا برافو اسم عليكي. مريم مس حلوة. التلوين بتاعك تحفه، مس مس الاسم مريم مش سيف. شام حلو قوي يا مس شام. ثانية واحدة ماشي يا مريم، ماشي حلو قوي يا شام، برافو. تعالوا بقى نكمل مس تلوين. بس يا عايزة مريم مرحلة نرسم بيها حاجة يا مس. أنا حلوة عارفة أوي يا مريم، ثانية واحدة يا مس ثانية واحدة. طب يا طيب مس أنا أنا معاك أهو. قلت إيه؟ حلوة أوي يا بيسو، برافو يا بيسان. يا مس ما عنديش بس غير هو تعالوا اللون بقى دوت في نلون. بصوا اللازم. هنعمل إيه يا مس هو للأزرق المايك عندي الفاتح. بايظ إيه شغال. المايك بايظ، المايك بايظ بس نايس لا يا شغال. مس. حلوة قوي يا ادم اللي بيوريني ده، 9 ساعات كتير ده. ايه ادهم ايوه يا مس؟ يعني عادي المايك مش بايظ يا مس ولا انت سامعاني؟ لا سامعاك يا سامعاك. عمر تبعي حتى ادم يا مس قاعد من ساعتها بيكلم حضرتك كنت مش سامعاه بقى. لا انا بقول له ايوه يا ادم، بيقول لي ثانيه واحده، بقول له معاك يا ادم. هو ادم بيوريني، وريني يا ادم انت عملت ايه، وريني يا ادم عملت ايه. مش الرسمة كلها
المستطيلات لا مش المستطيلات كلها، الأزرق. الجزء احنا سيبنا اتنين، سيبنا اتنين وبعد كده بلون ده، بلون الجزء اللي احنا سيبناه في النص ده. ادم انت ندهت عليا وانا برد عليك، ان وريني ادم عملت ايه. هو ادم اللي مش بيرد اهو، شفت بقى. يلا نرسم مع بعض يا حلوين، احنا بنرسم مع بعض خطوة بخطوة، لو عاوز حاجة او مش عارف حاجة يقول لي. بس ارسمه لغاية تحت خالص. لحد تحت، ايوه لحد هنا، بس خلوا بالكم سيبوا من هنا اتنين فاضيين، وسيبوا من هنا برضو. انا عايزة الون المساحة اللي في النص دي بس، ولونها بالطول كده. اوكي، اوكي وبعد كده هلون بقى الشلال ده. انا مستني. مس مس ايوه انا ايوه يا اتلخبطت سيدي، يا مس اتلخبطت، ولو انت يا مس البتاع اللي بعدها كمان. طب مش مشكلة عادي، وريني كده انت عملت ايه وانا اقول لك صح ولا يا غلط. مس انا بنت والله. وفي ايه يا مس؟ دي حلوة زي اللي تاني. مس مش حرام، حلوة؟ مش حلوة، شام حلوة قوي يا شام، وبرافو عليكي. مش دي حلوة. مين انا هنا اول معايا شام؟ مش دي حلوة. انا اول وعمر حلوة، ارفع السكتش شوية كده يا عمر عشان اللون مش باين، ارفع السكتش شوية يا هنا عمر. كده يا مس. المنت حلوة قوي يا عمر، ده عمر ولا عامر؟ التدريج اللوني عمر، رائع. بس على همس فكرة في حلوة عمر قوي، وعمار، مش عمر بس. عمر وعمار تمام. حلوة قوي همس، برافو. حلوة يا مس. ادم وريني ادم انت عملت ايه. ادم تمام. حلو حلوة يا مس وعمار. قوي قوي يا بيسان، رائعة جدا ما شاء الله. وانا حلوة يا مس عمر، بحبها. حلوة جدا ما شاء الله. مس حلوة انا يا قوي مس يا حلوة، افهم. مس يا مس، هدى حلو يا هدى، بس حاولي ما تخرجيش بره. مس حلوة انا مس حلوة حواليكي بتاعتي يا مس، واللي حلوة حلوة واللي ادهم. سوري وحشة. ادم انت قفلت المايك وما عرفتش بتوريني، لو مس رسمت مس وريني. مس مس بصي، انا انا لو انت قاعدة اللي مش بعديها من هنام. غير بصي قصد. مس حلوة قوي انا يا لو انت سيف، اللي حلوة قوي بعديها يا من أدهم. غير قصد. مس يا يا من انت لونت عندي اصفر ليه؟ يا انا مس لونت اصفر. يا المفروض مس تبقى تفتي. يا مس. بصي يا مس حلوة قوي ما شاء الله، حلوة قوي يا ادهم، مس حلوة قوي يا سيف. مس انا لو انت مس اللي بعديها من غير قصد. مش مشكلة عادي، مس دي حلوة. استغفر حلوة مين؟ قوي، حلوة قوي يا ناس أدهم، حلوة قوي يا عمر. يلا تعالوا نكمل بقى. يامن لون بأخضر، العشب أخضر. آسيا جميل ايوه جدا يا آسيا، برافو. يلا تعالوا نكمل يا حلوين، تعالوا بقى نلون الشمس. احنا مش هنلون الشمس، احنا هنسيب الشمس بيضة وهنلون الجزء ده باللون الأورانج أو باللون البرتقاني. هنقسم المساحة دي نصين، نص أورانج كده ونص أصفر. أوكي بصوا أنا بلون في اتجاه واحد إزاي، مش بخرج بره. متخرجوش مس بره بقى، انتوا نتك. بقيتوا مس أطفال. فهمت على بس القلم يا ولا لأ؟ استنى 5 دقايق، نتك على القلم ولا لأ؟ بنضغط على القلم من تحت وكل ما نطلع لفوق نخفف إيدينا شوية، مس عشان انتوا ما شاء الله عملتوا التدريج اللوني تحت حلو جدا ما شاء الله، انتوا بقيتوا فنانين. هو احنا بنحبش نلون وخلاص؟ لا احنا بنحب نلون بتدريج لوني، نراعي الظل والنور، مس الحاجات دي بتدي انا قيمة خايفة فنية ننسى. جميلة استني جدا. بس 5 دقايق. ماشي يا ادم، ادم مس وريني وريني انت عملت ايه يا ادم. بصوا انا استني هنا هنا تقلت على الاورنج كده. واحدة ينسوا عواريدي. ماشي يا ادم، قفلت المايك ليه وما عدتش بترد؟ عاوزة أشوف مس أنت عملت إيه. مس انا عمر. دي حلوة يا مس، وريني يا مس عمر. عمر. اللي بيجن ده هيقول لي لسه أنا كده زي عمر كده. حلوة قوي يا عموري، برافو يا عمور ممتاز، مس عمر حلوة. ايه حلوة رأيك قوي يا كده يا عمور، مس؟ برافو يا عمار ما شاء الله. حلوة عندي مس بقى. انا مش عارفة همس يا مس حلوة قوي ادرجها يا عمور، بالترتيب. مس انا همس. حلوة مس قوي حلوة يا يا مس جودي، عمر. حلوة قوي يا همس، برافو. بعد الخطوة دي هنعمل ايه؟ تعالوا مس نلون عشان ما عادش وقته.
وبعد نصحى كده ننسى. اقفلي بقى شوفي يا السيفو ميس، واطلعي. شوفي يا ميس، حلوة قوي يا سيفو. يا بصي ميس بقى والله أنا مريم، مريم مريم، حلو ابقى اعملي رنيم يا مريم عشان بقى العدد كبير فبتلخبط. حلوة ميس، قوي يا ميس، بنت، ادي ميس، نوع أنا بيض أدهم. ادهم. حلوة قوي يا ادهم، ما شاء الله الوان الغروب رائعة، برافو يا ادهومي شطور. بصوا انا بعد كده دمجت الاصفر مع الاورنج ازاي، انا هلون بسرعة الجزء ده عشان لو الوقت خلص. بعد كده البيت هلونه باللون البني. هلونه باللون البني اهو، خرجوا الكرة. وحدده كمان بالبني، بضغط على القلم وانا بحدده عشان عايزة درجة تكون قوية شوية. وبعد كده بلون من جوه، بخفف ايدي شايف. ايوه ده هنشوف في الاخر. ها بس الون معاكم الجزء ده بس عشان تعرفوا انا لونته ازاي. حلو كده. انا همس رائع يا همس، رائع 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 يا همس، ما شاء الله عليكي ممتازة. بصوا بحدد كده اهو، وبعد كده بلون من جوه شعرك يا بدرجة. ميس، حلوة قوي يا جودي، برافو يا جودي. بعد كده هبدأ ان انا الون، هعمل شوية ظل من هنا من البيت ويعني هتقل على القلم من هنا، وبعد كده هخفف ايدي. بصوا من هنا كده، بصوا بلون في اتجاه واحد ازاي، وبلون بجنب القلم، مش ماسكة القلم كأني اكتب، كأني بكتب لان المساحة كبيرة. انا مبسوطة منكم جدا يا احلى فنانين، النهاردة ما شاء الله عليكم شاطرين جدا. كل مرة هنتعلم، المرة الجاية إن شاء الله هنلون بالأويل باستل، عشان اللي جاب الأويل باستل المرة دي، المرة الجاية إن شاء الله هنستخدمه. أنا ما عنديش أويل يا ميس، بعد كده هخفف إيدي أكتر. يا ميس أيوه ما عنديش ولو رسمة الوقت خلص هبعت لكم صور في الرسمة متلونة. بس أنا ندمت إن أنا كبرت الرسمة، لصابعي وجعتني. لا معلش ما تضغطوش قوي على القلم. بصوا انا على فكرة يعني اللي بيجي يلون مش بيضغط قوي على القلم، عشان الصابع ما بتوجعكش. لا مش دي حلوة. براحتك كده، حلوة قوي يا بيسان، ما شاء الله على مش أنا الجمال، عمر دي حلوة قوي ممتازة يا مش أنا بيسان. عمر دي ادم وريني عمر، وريني يا عموري، مش شايفة، ابعد الاسكتش شوية عشان اقدر اشوف. كمان 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 كمان، ابعد كمان، ارفع الفوق، ارفع الفوق يا عمر. ماشي حلو يا عمر، بس ادمج مع مع الاورنج ده اصفر كمان زي ما انا عاملة كده عشان يدينا الوان الغروب. سلام. وعمار فين؟ عمار مش هيوريني ولا ايه؟ سلام يا مس، سلام. ماشي يا عمار. جودي حلوة جدا يا جوجو، الجمال ده أنا بستعمل حقي أي حاجة تبقى في إيدي حلوة. كده يا مس أنا هم. برافو يا همس، برافو برافو، بس حلو أنا شام. حلو قوي يا جنى. أتى انت مس عملت أنا ايه شام. لمحمد مجدي ده؟ مس أنا الاخبار شام مش جنى. جام حلوة، شام حلوة قوي يا شام. واللي فاتت كانت اللي انتي وريتيني المرة اللي فاتت صح؟ هاي تبع جنى. حلوة قوي يا جوجو ما شاء نفس الله. الرسمة عايزة أوريها لحضرتك. ماشي وريني بسرعة يلا واحنا بنلون. بعد نفسي كده أعمل معاك نفسي أرسمها دي نفسها بس في الميل. وريني يا عمر، دي عبارة عن ايه؟ انا مش شايفة كويس، بعد السكتش شوية يا عموري. بس بعد ما نخلص البيت هنعمل ايه؟ دي نفس اللي حضرتك رسمناها مع بعض الأول، بس دي بقى في الليل. حلوة قوي ما شاء الله، جميلة جدا. بعد ما نخلص هنعمل الشلال. بصوا بقى انا هلونه ازاي،
انا هخلي فيه شويه ظل من هنا، يعني هتقلع اللون شويه كده، وكل ما اخرج بره هخفف ايدي باللون الرصاصي، انا مده واللي ما عندوش رصاصي يستخدم الاسود زي كده. سيارة سيارة هو النقط في حد اسمه نقط كده بيوريني زهرة عباد الشمس اللي احنا رسمناها قبل كده، ده مين؟ اسمه حضرتك رسمتي زهرة عباد الشمس الترم ده؟ لا مش الترم ده، السنة اللي فاتت. هتنزلي في البيت بصي الشلال، بضغط كده من هنا على اللون شوية، بضغط على القلم، وكل لما باجي لقدام شوية بخفف ايدي عشان يبقى في تدريج لوني، لان الرسمة دي اصلا احنا بنتعلم فيها التدريج اللوني. الفيل الظل والنور، ومنين ازاي نغمق ونفتح اللون ونضغط على اللون ازاي، اهو في اتجاه واحد بضغط على الاماكن اللي انا عايزة اغمقها، وبعد كده بخفف ايدي، وبعد ما بخلص بحدد المساحة. بعد ما بخلص بحدد المساحة، بس مش هحدد الشلال. شايفين يا حبايبي؟ بس انا حاولت على قد ما اقدر ارسم الون خلاص. خلاص توريني.